يا بعد طوايفي قولي لي وش تبين وانا جاهز على هاي الخشب. ابي حبيبي تشتري لي سيارة 8 ركاب 8 سلندر وفل اوبشن. من هو ذا لبشي؟ سلم عليك. وابي حبيبي تشتري لي فيلا بعد. وش اللي احنا فيها بسم الله ما شاء الله وهديت سعت الذن وش تبين بعد اكثر؟ يا حبيبي البيت هذا أجار وأنا أبي بيت ملك خاص فيني. تأمري نمر عمر إن شاء الله الله يسلمك. إيش هو هذا؟ إيش هو هذا يا خاي؟ دعينا نص الليل وما في أحد جالس عن ولا بلادة بلادة. الله البلادة وشك. المصايب كلها تجيب لي هي، كل المصيبة هذه منك انت. اوه عرش عليها ورد عمها. الله يزين ذا المسلسل. هاي ولادي لقيت اخوك؟ لا. وينه؟ ما ادري. اقول كل مع اخوانك بس تلقاه في بيت خاله كالعادة نايم من عندهم. لا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. والله يعني وانا مصدق اهلك هذول ما عندهم احساس مره. والله نفسي على الطشو بصراحه. انا ما اقرب طشو ولا الطشو. فؤاد ايش اقول فيك؟ نفسي على المفكر وقت في بيتك يا فؤاد على المصيبه اللي جبتها لي. وعليكم السلام. المدرسه؟ مدرسه ولدي ناصر؟ ايش بلاه؟ ما داوم من يومين. ايه زين زين انا بكلم ابوه. مع السلامه. ما داوم من يومين مش بلا الولد. يمكن عند خواله. اكيد انهم راجعين عند خواله. خلنا نسالهم. الو. هلا هلا جيت. شغلت السخانة. تعرفين السخانة ما احنا مطفينها، قلنا لعل وعسى ان تكون باردة. ما ضبطت. حطيت ماء البلدية اللي يجي من الخزان، كله حار في حار. لكني تروشت الله يسلمك. طب قول لي حبيبي، وش مشتهي اليوم اسوي لك على الغداء؟ هذه ام مطلق. ام مطلق. هلا. هلا والله. هي انا في الدوادمي. هي عند البعارين وادبر اموري. وشو؟ شلون؟ ها دقيقة وانا عندك. خير؟ ابو مطلق وش فيه؟ عبد الله الحين انت تقول انك في الدوادمي وراجع بسروال وفنيله؟ وش هالمشوار اللي ماخذ 10 دقائق وينك فيه؟ المهم الولد لقيته؟ اقول لا تصرفني الولد ما لقيناه. اللي فهمته ان الدوادمي زوجة ثانية. هي زوجة ثانية؟ ارتحتي هالحين انت هالشوشة؟ له ما ارتحت. حسبي الله عليك. الله لا يوفق. وش مقصرتم فيه انا ها؟ انتي حربه فاضيه. هالحين ولدنا ضايع وانتي همك اعرست ولا ما اعرست. ابو مطلق ابو مطلق كتب ايش بك؟ شافك قلقاه كذا ايش فيك؟ والله يا اسد ولدي ناصر له يومين ما شفناه ما ادري وين فيه. يومين ما شفت ولدك؟ ايوه يا ابوي ايش الكلام هذا؟ يوم ما تشوف الولد هذا. طيب فين رحت انت؟ فين رايح؟ وش توقعني وين رايح؟ ابى اروح للشرطه ابلغ ادور ولدي. شرطه؟ شرطه ده ابو مطلق مجهول. تروح للشرطه وتبلغ وتودي نفسك ده وتودي بدايه. انسى انسى الشرطه. خذها مني خبره العسكريه حكايه الخطف والخطف. انت تجيك مراقب دحين العصابه هذه. العصابه اللي خطفت والدك اكيد تراقبك دحين ومراقبه بيتك. يعني لو شفت كذا ولا كذا تلقى يمكن واحد هذا يشوفك رايح الشرطه يروح مبلغ اصحابه بالتليفون. ممكن يسوي حادث لو سمح الله. تكفى يا اعسد.
الولد لا يجي شيء. لا ان شاء الله ما يسوي له حاجه. اطمم اطمم عندي. بس قل لي يعني اذا جبت لك الولد باذن الله صار سليم ايش اللي عندك؟ والله يا عسد اللي تبي انا جاهز اي شيء انت بي. يعني مثلا يعني لو قلت لك اخرج من البيت تخرج؟ اطلع من البيت لو تبيني اطلع هالحين. اديني فرصه بس لين الليل اكلم زملائي كده في الشرطه وهذا وباذن الله تعالى ولدك حيبان في حضن امه. لا تشيل هم.